السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللي خصنا نعرفه في ليكسل هو اننا يمكننا نترونسبوزيو دي دوني، يعني اذا كان عندي ان طابلو فيرتيكال نقدر نرجعو هوريزونتال والعكس صحيح. اذا كنجي نسيليكسيوني الطابلو كامل ونقول لي كوبي، كنكليكي على ان سيلول ليبر وكنجي الكولي، كنكليكي على فلاش كولاج سبيسيال، هنا في تو وهنا كنخلي اوكين، وهنا كنكليكي على ترونسبوزي وكنكليكي على اوكي. كنلاحظ بان لو طابلو كان فيرتيكال هنا ولا هوريزونتال. اللي خصني نرد ليه البال هو ان هاد لو طابلو ملي غنرجعو هوريزونتال ما يافكتيش ليا لي فورميل دو كالكول ديالي.